نجت من رصاص المنظمة السرية، وكانت هتتورط في جريمة قتل بسبب السحور. اتجوزت 5 مرات، أبرزها كان فريد شوقي. محطات من حياة الفنانة هدى سلطان. تعتبر الفنانة هدى سلطان من الفنانات اللي قدروا يخلقوا لنفسهم مساحة كبيرة في العصر الذهبي للغنى والتمثيل. حنجرتها وصفها النقاد بالذهبية والموهبة العبقرية. اسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام، من مواليد 15 أغسطس 1925. اختارت لنفسها اسم هدى سلطان علشان يبقى اسمها الفني، واللي سمتها صديقتها المحامية مفيدة عبد الرحمن. اتوفت هدى سلطان يوم 5 يونيو 2006 عن عمر ناهز 81 سنة، وده بعد 50 يوم بس من وفاة بنتها مها. في حياتها عاشت تحديات كتير، وكان في محطات أكتر مرت بيها خلال مسيرتها أو حياتها الشخصية، وكانت راضية دايما عن كل أدوارها بصرف النظر عن حصول على جوائز أو لا، وما ندمتش على أي عمل قدمته لأنها دقيقة جدا في اختياراتها لأعمالها، وبتراعي دايما إنه يوصل لقلب الجمهور. ومن الحاجات المرعبة اللي تعرضت لها في حياتها لما زارت الجزائر وقابلت عدد كبير من المواطنين. وقفت وسط مطار الجزائر بتهتف للجزائر وزعمائها، وقف حواليها عشرات الضباط والجنود الفرنسيين، وده اللي خلاها تحت المراقبة الشديدة. فتشوها تفتيش دقيق، ورفضت وقتها تكتب اسمها بأي لغة إلا العربية، قبل ما يهمس واحد جزائري في ودانها ويقول لها حياتك في خطر، ولو رجعت للمطار مرة تانية هتتقتل على إيد المنظمة السرية الإرهابية أو هتتخطف. اضطرت هدى ترجع للقاهرة عن طريق مدريد وبعدين روما. واستكمالا للمواقف المرعبة، عاشت هدى سلطان ليلة صعبة جدا، وكانت وقتها في رمضان، وكانت وقتها لسه واصلة مصر الجديدة، وسكنت في شقة وكان معاها خدمتها اللي كانت بتمشي بعد الفطار. بتحكي هدى سلطان وبتقول في ليلة سمعت صوت حركة مش عادية في البيت، ما كانش معايا حد، سمعت الأصوات دي وترعبت. الأصوات دي كان زي سقوط العفش وخبط وحركة مش طبيعية، لحد ما تأكدت ان اكيد في حرامية في البيت. ما قدرتش اتحرك من مكاني، وفجأة سمعت خبط على باب أوضة نومي. ما قدرت أعمل غير أني أشيل الرخامة اللي على الترابيزة وفتحت النور وسألت مين، محدش رد. وبدأت بعدها تصرخ وتستغيث بالجيران من الحرامية قبل ما يطلع صوت نسائي ويقول ما تخافيش يا ستي ما تخافيش. فتحت الباب وتفاجأت بخدامة الجيران واقفة قدامها. لما سألتها عن سبب وجودها في البيت قالت لها أنها دخلت الشقة بالمفتاح، وعرفت منها أن خدمتها قالت لها أنها نامت من غير سحور، ووصتها تصحيها وقت السحور ودتها مفتاح الشقة. نفذت البنت الوصية وكانت هتموت فيها. اتجوزت هدى سلطان 5 مرات في حياتها. المرة الأولى كانت محمد نجيب وخلفت منه بنتها نبيلة، والمرة التانية كانت من المنتج الجزائري، والمرة التالتة اتجوزت فؤاد الأطرش أخو الفنان فريد الأطرش. جوازتها الأشهر كانت من وحش الشاشة فريد شوقي، كانت أطول جوازة استمرت 15 سنة، خلفت منه مها وناهي، انفصلوا سنة 1969. جوازتها الأخيرة كانت من المخرج حسن عبد السلام. أصعب موقف في حياتها كان يوم 19 أكتوبر 1966 لما رحل توأم روحها الفنان محمد فوزي. أصيبت بانهيار شديد بعد سماع الخبر، وكانت من أصعب لحظات حياتها لأن علاقتها بيه ما كانتش علاقة أخ بس، لكنها كانت دايما تقول إحنا روح في جسدين.